رح نحتاج لبطاطا مسلوقة ومهروسة، لنشا، لملح وفلفل، بهار سيزن، باربيكا خشنة، وزيت للقلي. تمام. يلا معك يا قمر. أكيد كل الأشخاص اللي بتواصلوا معنا على الفيسبوك، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تحضرونا. رجاء بدوية صباح الخير، وأم أحمد الشاطر صباح الخير، ومعنا اتصال ونقول صباح الورد لبشرة. صباح الحلاوة والقصة والعسل. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي. صباح الحلاوة بتجنني ما شاء الله عليك. حبيبة قلبي تسلمي، أنتي القمرة. شو يا قولي لي يا بشرة؟ أنا بحب كثير وبحب حلقتك بشكل مش طبيعي، أنتي وإبراهيم، لازم إبراهيم الأسبوع هذا يطلع كمان. يا عمري يا عمري، أكيد تحياتنا لزميلنا العزيز إبراهيم. مشاغب إبراهيم. مشاغب كثير مش شوي. هو والشيف ولا كثير مع بعض. يس يس يس. هي الشيف علا كمان معك، تفضل. حبيبتي أهلاً وسهلاً فيكي. الله يسعدك. انتوا كلكم ايش ماكلين امبارح في البلد؟ كل هيك الكلام تاع زي القطر، شو بقول لكم ماكلين كنافه. شايفه؟ لا اليوم بدي اعمل حلو. حبيبتي ما شاء الله عليك وفي كل بركه يا قمر. الله يسعدك يا رب، يعطيكي الف عافيه، ما شاء الله عنك وعن دقاتك كله. الله يسعدك حبيبتي. اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ من عمان. يا سلام احسن ناس، اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك، الاسبوع هذا طلع ابراهيم معك وان شاء الله كل نصيب اني احكي معه. هلا بدنا نشوف، استني بدنا نشوف هالمشرفه ونقولها بكره ابراهيم في الحلقه، خليه يداوم ابراهيم راح يحقد علي وعليكي. بدنا نقول له طلب خاص من بشرى. خلص تدلل حبيبي قلبي. شكرا لك، شكرا شكرا. يعني احنا شعب بنحب البساطه ونحب الابتسامه وبندور عليها، فاذا لقوها عند ابراهيم احنا جاهزين يا عمي. طبعا حاضر على سلامته يعني ابراهيم ما شاء الله عنه. يلا رح ناخذ معك شويه بس يلا. خليني افضي مكاني كرمال ياسمين محمد، بتصبح علينا وبتصبح على الجميع، يسعد صباحك يا رب. معنا سامي حمد الله، صباحكم عسل، شكرا يا سامي. ومعنا اتصال وعلا بتحوس حوالي بالمطبخ زي ام العروس. زينة يا زينة. صباح الخير. صباح الورد والفل، كيفك يا زينة؟ حبيبتي شو أخباركم؟ الحمد لله. والله حبيبة قلبي. والله أنا كل يوم بصحى الصبحيات بدي بس عشان أشوفكم. يا نيالنا إحنا. والله أنا محظوظة فيكم، محظوظة في الشيف علا. يا عمري تسلمي يا زينة، تسلمي. حبيبتي حبيبتي. هي الشيف معك، تفضلي. أهلاً وسهلاً وميت مرحبا. حبيبتي اهلا فيك، كيفك كيف امورك؟ اهلا نورتينا يا هلا فيك. هالاناقه ويسعد لي هالتواضع، يسعد لي اياك معدله. حبيبتي الله يسعدك من بعدكم. حبيبتي شو اخباركم؟ رضا الحمد لله، احسن من هيك وبعد هالاصوات اليوم وهالكلام الحلو ما في. لا ما شاء الله عليك، انت حلوه بتستاهلي الكلام الحلو. حبيبتي الله يسعدك بعيونك يا قمر. جرعه سعاده اليوم. اطلب منك طلب. قمر امري. بدي منك تعملي لنا خبز البطاطا. آه حاضر، هاي والله فاتتنا، احنا سوينا برجر سوينا باجيت بس هاي ما سويناها، ابشر من عيني. حاضر حبيبتي شكرا لك، شكرا الله يسعدك. أمرك خدمتك. اهلا شكراً وسهلا. شكرا لك. شكرا. طب انت شو عملتي؟ حطيتي بطاطا؟ بطاطا سلقناها بقشرتها وبعد ما انسلقت قشرناها وهرسناها. أوكي. تمام الكلام. بعدين بدك تكون ما يكون فيها ولا نقطه مي. هلا اذا انتم ملاحظين انا ما استخدمت معلقه، حطيت هيك، حطي شويه نشا قد ما تكون عندك الكميه، حطي شوي وعجنيها. حسيتيها انها لمت ما لمت بنزيد شويه نشا بنرجع بنعجنها. وكمان حطينا ملح وفلفل من الكسيح، واستخدمنا نشا الكسيح، وبعدين حطينا شويه سيزن وبابريكا خشنه. حلو. اكيد بدنا نسلم على الكسيح وكل رعاة مطبخ يوم جديد وشركائنا فيه، ونتمنى لهم دائما دوام التفوق، احنا تعودنا عليهم صاروا خلص قانون في حتى في بيوتنا. انا في البيت ما بستخدم الا كسيح. يلا رح نعجنها مع بعض، اذا حسيناها فارطه رح نرجع نلمها بنشا. يلا بسم الله. تمام. ولا بيض ولا زيت ولا شيء.
نشويات. أوكي. البطاطا فيها نشويات، إذا حطيت طحين بدها تصير زي العجينة وممكن تقسى بالقلي، فحطينا نشا عشان النشا بس يلمها فقط. هلأ فينا على بورد المجلة في بيتك وفينا نحط اللي هي هاي الشيت اللي هي تبع العجن. رح أروح أجيب شوي، طبعا هي بلشت تتشكل معاي. ها شوفي كيف أنا فحصتها بهالشكل، هاي صارت عجينة مقابلك صح؟ هلأ أنت شكليها زي ما بدك، فيكي تمديها وتقطعيها بكاسة مثلا، فيكي تشكليها على إيدك، فيكي تعمليها كرات، هيها تشكلت شوفي كيف عجين. فيكي تعمليها كرات وفينا نعملها أصابع، فأنا رح أعمل لك إياها أقراص مش كرات مثلا. رح نجيبها زي ما هي هيك، أنزل فيها على البورد اللي قدامي على الستيشن، ألفها شوي بالطحيق بالنشا عشان كمان ما تغلبني، وبعدين رح ألفها هيك أشكل فيها أشكال، وبعدين رح أروح أصفتهم على صينية. لازم تكون البطاطا باردة، إذا كانت سخنة رح تفرط طبعاً. وفيني أعملها خميلة رفيعة، أصابع، دوائر، رأس، بقدر أجمدها كمان مثل الكروكيت مثلاً، بقدر أجمدها ولما بدي بس أقليها. هاي شكل، أي شكل أنسب للقلي؟ كله بزبط، إنه كله رح يستوي، كله بزبط. كله بزبط طبعاً. أنا سويت لهم شكلين، نعجنها مع بعض منيح تمام. فينا نعملها حبل طويل وبعدين تقطعها 6 أصابع. روعة. فنانة يا علا، فنانة حبيبة القلب. كمان بدي أم رعد مستعجلة بدها مفتول. حاضر. الأكلات الشتوية بلشنا. يلا ناخد اتصال ونقول صباح الخير لأم بشار. صباح الخير. يا أهلا فيك يا أم بشار، صباح الورد. كيف حالك؟ أنا أم بشار من منشية حسبان. أهلا وسهلا يا حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي أكثر. أول شيء حبيت أصبح عليك وعلى التفعلة. يسعد صباحك يا رب، ويعطيك العافية على هالأكلات وهالصباح الحلو. تسلمي. والله أنا حبيت يعني كونه رديته على تلفوني، هي كان يوم جديد يعني الصبح يكون في اتصالات منا يعني نطالب نستدعي ويسمعوا، كانوا يعني أول يسمعونا ولبوا طلباتنا. بتمنى إنه البرنامج هذا يرجع يستقبل اتصالات إن شاء الله يا ماشي. إن شاء الله حبيبتي. وبدي أسأل شف علا، قولي بالنسبة لسلق الدجاج، في ناس بس تسلق الدجاج بتغطيه وناس ما بتغطيه، أنو الأفضل تغطيته ولا عدم تغطيته؟ لازم ما تغطيه ست الكل ولا معلمانية، عشان يقدر ياخذ من حرارة الجو وتلف المي والغلوي عشان تطلع زفرة الدجاج. ويفضل علميا، ها علميا يفضل اتلاف مادة السلق الأولى أو مرقة السلق الأولى، يعني بعد ما يفور ويقلب أول قلبة بنمسك المي بنكبها مغير. نرجع بنحط عليه مي نظيفة ونرجع بنسلقه. بس ما تغطيه. وطعمة مرقة الدجاج بتضل زي ما هي لما بنغيرها علا؟ بتضل زي ما هي بس بخف دسمها، وإحنا ما بنقتنع في هذا الإشي. بالضبط. شكرا لك يا أم بشار. أكيد خلونا ناخد فاصل صغير وبعدها بنكمل يوم جديد، خليكم معنا. رح نقليها وبعدين بنقدمها. أوكي يا. نسلم هالإيدين، وطبعاً هاي كمان أطباقنا بدها كاسة شاي وبزعتر، لا بنعنع ولا بنرمي، بزعتر العيون. زعتر يا سلام. اقلب اقلب الله على الريحة. يا سلام يا سلام. يلا وهيك صار جاهز. طبعاً بدنا نقليه بشوية زيت غزير، وبده يكون درجة حرارته كتير منيحة تمام. ممكن تسويها أصابع ممكن تسويها أرص زي ما بتحب. يلا
خلاص سقيم الشاي. صار جاهز يعني اكرك. اوكي. بس عن جد بالزعتر غير شكل.